من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري عبد الله المغاضي إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعد من أهم القوانين، لافتا إلى ضرورة إدخال التصويت الإلكتروني في التصويت بالانتخابات. وأكد المغاضي أن التصويت الإلكتروني يوفر على الدولة الكثير من الوقت والأموال. قانون مباشرة الحقوق السياسية هو من أهم القوانين، لأن احنا كنا بنناقش قبل كده النظام الانتخابي وقانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالتالي قانون مباشرة الحقوق السياسية ده من أهم القوانين. احنا كنا بنتكلم على الدعاية الانتخابية، بنتكلم على الفرز الأصوات، كنا بنتكلم على أمرين مهمين جدا لابد من إدخالهم في القانون. الأمر الأول هو المتعلق بالتصويت الإلكتروني، وخصوصا أنه منصوص عليه في القانون. والهيئة الوطنية للانتخابات مشكورة هي تشارك بجانب التصويت العادي التصويت الإلكتروني. الدولة المصرية قطعت شوط كبير جدا فيما يتعلق بالناحية الإلكترونية، وشفنا المصالح الحكومية بالحوكمة والشمول المالي والعمل، أمر رائع. والدولة المصرية وسيادة الرئيس تحدث عن هذا الأمر كثيرا، وشايفين الدولة المصرية في نجاحات كبيرة جدا. إذن الطبيعي جدا أن أنا أوصل لمرحلة، وشفنا الكثير من دول الجوار موجود فيها بما فيها دول الخليج. نعم. فكرة التصويت الإلكتروني موجود، هو يسهل يا دكتور عبد الله، يسهل ويوفر على الدولة عشرات الملايين، لأن أنت بتتحدث على توفير أوراق وتوفير حبر سري وتوفير أشياء كثيرة جدا. أنا مش بقول أن احنا نكون 100% تصويت إلكتروني، لا، نقول على الأقل النسبة المواطنين اللي هم بيستطيعوا عن طريق فكرة التصويت الإلكتروني أن هم يدلوا بأصواتهم، والبعض الآخر يدلي بالتصويت الورقي المعتاد.